ونبي بس الأرقام، أعتقد أنها طلعت أو بتطلع الآن على الشاشة، أرقام التواصل، استوديو مقامات اللي حاب ينسق معهم، عنده عمل، عنده شيء يضبطونه له ويجهزونه. أكيد أكيد هم على أتم الاستعداد والجمهور يستاهل. وش تقدموا لهم يا محروس وماجد؟ أبد أبد. نعم أنتم كرماء وهم يستاهلوا. اللي اللي, اللي 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 بيتواصل يتواصل عن طريق القناة أو برنامج كاريزما. نعم. وإحنا من طريق ما راح نقصر معهم. كاريزما من طرف أبو فهد. وان شاء الله بيحصل له خصم طيب. طيب مرة لا تشيل هم اللي بيجي. والله شوف موضوع النسبة لمشكلة الأعمال هو لأن على حسب العمل. نعم ما تقدر أنت تحط نسبة معلنة، لكن الأعمال اللي تنتج عندنا لمدة اليوم إيش حنا؟ اليوم الخميس. اليوم الخميس من اليوم إلى الخميس الجاي الخصم 50%. الله ما قصر. نعم جميع الفرق. انا شكلي بطلع الحين بالحق على العرض. ترى ابو نواف ولا اقطع كلامه وكلامكم يا الربع، ترى قال كلمه صحيح وانا منشد وفاهم الشغله. فعلا ما من الصعب يعني بدقه يعني انه يعطي خصم مثلا 50% 40% على جميع الاعمال، لان كل عمل له شيء، كل عمل لها له اضافات، لها له توزيع مختلف، له انتاج مختلف. طبعا كلها نفس الشيء، في عمل يقدر يخصم عليه 50، في عمل يقدر يخصم عليه 30. هذا ابو فهد الاعمال اللي تنتج عندنا اللي هي يمكن الاعمال حماس، الاعمال المناسبات والاعمال اللي تنتج عندنا هذه ان شاء الله هي اللي تنتج عندنا هذه احنا نتكلم، لان ما نقدر نعطي خصم في اعمال ننتجها برا. لكن مع انه زي ما قال ابو فهد صعب، احنا نعرف انه صعب، مع ذلك نشكركم لانكم على صعوبه انك تعطي خصم اعطيته 50% وهذا من كرمكم، ولان جمهورنا راقي ومقامات واستديو مقامات راقي. الله يطول ما نستغرب منهم الطيب وهم اهل الطيب. أبدا الله يطول بعمرك. الطيب ما نستغربه من اهل الطيب. ابو نواف ما قصر ولا هم ماجد. ما عليكم زود. لمده اسبوع يا ابو نواف. نعم ان شاء الله. اسبوع خاصم 50%. اللي عنده عمل، عنده شيء بيسجله، اهداء باسم، مواليد، زواج، مناسبه، تخرج، كائنا ما كان، خاصم 50% وتستاهلون يا جمهورنا. في حد عنده شيء علشان تفضل.